ابتداء من نهار اليوم الأحد هو سلسلة من الاضطرابات الجوية ومتبوعة بهواء بارد تهم كل المناطق الشمالية من الغرب إلى الشرق، وأيضا غيوم كثيفة كذلك تمد بعض الأمطار تكون أكثر خسارة في بعض الأحيان غرب وسط والشرق البلاد. كما قلت كذلك ثلوج في بداية تكون ابتداء من 1100 متر خلال هذه الليلة، ثم بعد غد ستنزل ما يخص سقوط الثلوج ما بين 800 إلى 900 متر، وحرارة تعرف انخفاض محسوس خلال يوم 2-3 الأربعاء حتى الخميس والجمعة إن شاء الله. هذه الوضعية وضعية عادية لأنها رانا ما زلنا في فصل الشتاء وننتظر كمية أمطار لا بأس تصحى اليوم الخميس من الغرب ثم الوسط والسبت على الولايات الشرقية من البلاد.